الذي يجري في مواجهات للتظاهرات وفي كل الساحات العراقية من قبل أصحاب القبعات الزرق. هل هنالك خشية إذا ما استمرت هذه المواجهات أنها تذهب بنا إلى صراع مفتوح قد لا يحمد عقباه؟ يعني أظن أنه إيقاع السلمية لا يمكن استفزازه بأي طريقة كانت. كانت هناك أكثر قسوة في سواء بالأيام الخمسة الأولى من أكتوبر أو أيام 25 26 27 أيضا من أكتوبر. كانت هناك عمليات رصاص حي بأسلحة مختلفة، قنص ورشاش، وأيضا هناك كان القنص بطريقة الغازات المسيلة للدموع، وكثير من استشهد هو استشهد بإصابة مباشرة إما برأسه أو بوجهه، وأيضا كانت هناك عمليات خطف. إذن القمع كان أشد ولم تزحزح السلمية عن سلميتها. لا أظن سواء كانت القبعات الزرق بنية ضبط إيقاع السلمية أو بنية تجريف المنافس من المدنيين، سواء كانوا علمانيين، لا دينيين، غير مصنفين، لبرو إسلاميين. أظن هذا الموضوع تأكد لدى من هم من التيارات السياسية خلف القبعات الزرق، تأكد لديهم أنهم لا يستطيعون أن يكونوا وحدهم في الساحة. نعم هم أقوى على اعتبار أن الأمن والسلطة الأمنية ليس بالضد منهم، بل هي تحميهم ولا تحمي منافسهم في الساحات. فرغت الساحات نسبيا لكنها في أوقات معينة من اليوم، لكنها تعود وتمتلئ، لأن هناك عمود فقري لهذه الساحات، أقصد ساحات المدنيين السلمية، هو الطلاب.